لماذا يأكل الشعب الصيني كل شيء؟ حتى الخفافيش لم تسلم منهم. تابعوا الحكاية. تعرضت الصين عبر التاريخ إلى أزمات وكوارث كبيرة خلفت مجاعات كبيرة في البلاد، كان أبرزها عام 1894 إثر حرب الصين مع اليابان، تلتها مجاعة كبيرة استمرت لثلاث سنوات بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، واضطر سكان المقاطعات إلى أكل كل شيء، أكلوا الحشرات والقوارض والزواحف، كل شيء نتيجة المجاعات الكبيرة. ومن ثم بعد الازدياد المضطرد لعدد السكان والازدياد الواسع والكبير لعدد السكان استمرت هذه العادة في أكل كل شيء، ولكن هذا ليس سببا. المثير للاستغراب إلى أن هناك مئات البحوث العلمية والطبية والبيولوجية أثبتت ارتباط الفيروسات التي تنتقل للبشر وتقتل الكثير منهم، ترتبط ارتباطا وثيقا بتلك الكائنات والأكلات والأطعمة الشاذة التي يتناولها الصينيون، إلا أن الصينيين لم يلقوا بالا لكل تلك الدراسات لاعتقاد سائد عندهم بأن تناول تلك الحيوانات الغريبة قد أنقذهم من مجاعات مرت ببلادهم على مر العصور، وبالتالي الاستمرار في أكلها على موائدهم سوف يحفظهم من مجاعات وكوارث قد تكون قادمة. هذا بالإضافة إلى اعتقاد المواطن الصيني بأن تناول القوارض والزواحف وغيرها يعطيه عمرا طويلا وحياة سعيدة خالية من المشاكل، ولكن يبقى للخفاش ولحمه وتناوله عند الصينيين قصة أخرى. تحظى الخفافيش في التراث والحاضر الصيني بمكانة خاصة ومتميزة، وتعد رمزا للحياة ومصدرا للنعم الخمسة، وهي الثروة والصحة وطول العمر والفضيلة والصفاء، ولذلك لا يكاد يخلو بيت صيني من أيقونة لخمسة خفافيش متشابكة، ولذلك أيضا يتناولها ويأكلها الصينيون بنهم شديد. يسيطر على سوق تصنيع وبيع لحوم الحيوانات البرية والقوارض مستثمرين ورجال أعمال ومافيات خاصة تنفق ملايين الدولارات للترويج لبضاعتها في المجتمع الصيني. هذا وترتبط لحوم الحيوانات البرية بالمجتمع الثري أو المخملي في الصين، ويتباهون بتقديمها لضيوفهم في سفرهم وولائمهم، لذلك لا تستغرب إن لبيت وليمة أو عزيمة عند صيني ثري إن رأيت تمساحا مشويا يزين طاولة الطعام.